وهذا ما يكشف السر في أن كثيرا ممن زاروا أوروبا إلى عصرنا هذا يجدون تماثيل لشخصيات عارية تماما، لرجال أو نساء، لذكور أو إناث، هكذا في مكان عام يصنع أو ينحى التمثال لإنسان بالغ وهو عار تماما، ليس في موضع واحد وإنما في أماكن كثيرة. بل أذكر أني لما كنت أدرس اللغة في بريطانيا، اللغة الإنجليزية، أخذونا لزيارة بعض المعالم الثقافية لمعرفة يعني حضارة البلد وتراثه، دخلنا إلى قصر كان فيه صور أعلى الجدار قرب السقف منحوتة جزئيا يعني لأناس عراه يمارسون الجنس والعياذ بالله، هكذا وهم مصورون بالرسم بالنحت التراب يعني وأشياء يمارسون والعياذ بالله تعالى المعاشرة الجنسية بدون أي حياء، وفي بعض اللقطات يعني أمور شائنة بالجنس البشري. فكنت أبدي الامتعاض جدا بسبب هذا، وأخبر أولئك المدرسين الذين أتوا بنا إلى هذا المكان فقالوا هذا ليس منا، هذا بسبب الحضارة الرومانية، أن هذا منذ قرون. فهذا شيء مؤسف. طبعا الحضارة الرومانية هي وريثة للحضارة اليونانية أو الإغريقية،